هاخد كلمة سريعة من الكابتن عادل، ولكن أطلع أشوف تصريحات مهمة جدا من الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، لأن الكابتن عادل عبد الرحمن ليه قصة طويلة مع الأجهزة الطبية في النادي الأهلي، دكتور أسامة مصطفى، دكتور أحمد أبو عبلة، دكتور أسامة البهيري اللي بالتأكيد حاليا موجود في أهلي جدة السعودي، ففي حكاية وقصة ليه مع الأجهزة الطبية، ولكن نسمع الأول تصريحات الكابتن سامي قمصان. كاملين ورصد فرحتنا والدوري 43 واحد من الجنود المعلومه ومن ابرز عناصر الجهاز الفني كابتن سامي قمصان مدرب عام فريق، الف مبروك، موسم كبير، الدوري 43 وخمسه من خمسه الحمد لله رب العالمين. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، فرحه كبيره ويوم اعتقد هو يوم تاريخي لينا ولجمهورنا. يمكن السنه اللي فاتت اتكلمنا وقلنا ان احنا السنه اللي فاتت كانت صعبه جدا علينا وعلى جمهورنا، كان تحدي كبير جدا الدوري بالنسبه لنا، الحمد لله حققنا الدوري وكاس والسوبر والحمد لله، اعتقد خمس بطولات كبيره جدا في وقت قصير، لكن دايما 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 بنبص للي جاي، بالنسبه لنا ده خلاص بقى تاريخ، ان شاء الله نركز في اللي جاي، بطولات كتيره النادي الاهلي الفتره اللي جايه ان شاء الله نقدر نحسمها ونقدر نسجل ان شاء الله تاريخ كبير لجيل كبير، اعتقد هم عمل مجهود كبير وان شاء الله ربنا يكلل جهودهم ببطولات الجايه ان شاء الله. الاحتفال بقى في وسط جماهير النادي الاهلي اكيد له طعم تاني، يمكن دوري ابطال افريقيا كنا بره مصر، ويمكن بطولتين السوبر كان برضه خارج مصر، النهارده في وسط جمهور النادي الاهلي شايف ده ازاي؟ هي دايما فرح جمهور النادي الاهلي في اي مكان سواء بره مصر او بره مصر كبيره جدا، يعني كان نفسنا جدا ان احنا الاستاد ده يتملي، وده حقنا ان احنا جمهورنا يحتفل، لكن اعتقد ان شاء الله اللي فرحتهم بينا وبالبطوله اعتقد الحمد لله كبيره، وان شاء الله مزيد من البطولات لينا وليهم ان شاء الله. اخيرا كلمه للعيبه الرجاله اللي عملوا خمسه من خمسه السنه دي الحمد لله. بشكرهم ان شاء الله بيحفر اسمه من ذهب، بطولات في وقت قليل جدا، بطولات كبيره ومجهود كبير جدا، وفي ظل ظروف صعبه جدا وضغط مباريات، فبشكرهم كل الشكر ليهم، كل الشكر لجمهورنا، مجلس اداره، لجنه التخطيط، كل الناس اللي قناه الاهلي اللي دايما بتدعمنا ودايما ورانا، وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما ورانا، اتمنى ان شاء الله مزيد من البطولات لجمهورنا ان شاء الله. شكرا كابتن سامي، ودايما موفقين ومسلمين كل مدينه ان شاء الله. ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، مكملين ورصد فرحتنا والدوري 43.